حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا اسماعيل حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفه فقال ما بقي من اصحاب هذه الايه الا ثلاثه ولا من المنافقين الا اربعه فقال اعرابي انكم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرونا فلا ندري فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون اعلاقنا قال اولئك الفساق اجل لم يبق منهم الا اربعه احدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده